خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يطمنا على الفرقه قبل انطلاق مران اليوم وبعد الفوز في المباراه المهمه امام الجونه امبارح. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا في البدايه، والتحيه والشكر ايضا كمان لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا بيك يا كريم، قول لنا كل الكواليس والاخبار اللي بتتعلق بالفرقه والحاله المعنويه عند عناصر النادي الاهلي بعد الفوز المهم والضروري جدا على الجونه امبارح. بالتاكيد طبعا يا امير، فوز مهم معنوي بشكل كبير جدا لفريق النادي الاهلي، بعيدا طبعا على الثلاث نقاط، لكن معنويا فرقت بشكل كبير مع اللاعبين ومع الجهاز الفني في ظل التلاحم والضغط الكبير اللي يمكن اللعيبه بتحاسب دلوقتي على الفواتير الكبيره جدا في ظل الضغط الكبير جدا والتلاحم الرهيب في المباريات. بنفقد نجوم من فريق النادي الاهلي، لعيبه بترجع تاني للاصابه، لعيبه بترجع من الاصابه بتاخد وقت كبير جدا لان جهاز الطبي بيسابق الزمن مع كل اللعيبه المتواجده معانا، سابق الزمن مع محمود وحيد، مع بيرسي تاو، اكرم الحقيقه بيأدي اداء مميز جدا في التاهيل، وخلاص يمكن اكرم ان شاء الله باذن الله بنتمنى ان احنا نشوف في خلال المباريات القادمه وفي التدريبات بكل قوه ان شاء الله. فيمكن مسابقه كبيره جدا للزمن مع الجهاز الطبي، مع كل اللعيبه اللي بتاهل واللي عايز يرجع، لكن التضحيات موجوده امير زي ما احنا عارفين، ومرحله مهمه وصعبه جدا على فريق النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش اللي بيحاول بكل ما اوتي من قوه الحقيقه ان هو يصحح اخطاء، يمكن يطلع لعيبه من الامور النفسيه الصعبه جدا طبعا، ضغط وتلاحم كبير جدا. الراجل يمكن اتكلم واكد في المؤتمر صعوبه بالغه جدا ان انت تعمل ريكفري وتصلح اخطاء وتبدا تحضر وتقرا الفريق المنافس وتلعب كل 48 ساعه مباراه، فضغط رهيب جدا، لكن كالعاده هو ده القدر وهو ده المتاح وهي دي الظروف الحقيقه اللي بيقابل النادي الاهلي فيها في بطوله الدوري العام. فان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للجهاز الفني للاعبين رغم كل الصعوبات ورغم كل الظروف دي، لكن النادي الاهلي بيحقق مكسب. بننتظر منه كمان ان شاء الله المباريات القادمه بنفس الروح اللي شفناها وبنفس الجديه الكبيره جدا اللي شفناها، نقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله خلال المباريات القادمه نستطيع ان احنا نحصل على 3 نقاط لكل المباريات بالجهد الكبير وبالشخصيه المعتاده والمعروفه عن كل لاعبي النادي الاهلي. يمكن انت ذكرت امير عدد من اللاعبين، صلاح يمكن ومنعم وايضا كمان السوليه، يمكن السوليه بنفقده لفتره كبيره جدا، يعني يا رب ان شاء الله باذن الله ما نفقدش اي لاعب تاني لان انت عناصر مؤثرة جدا وفي اماكن طبعاً حساسة طبعاً. جدا يعني محمد شريف خلاص مفيش بديل غير حسام حسن، عمرو السوليه انت خلاص مجبر ان انت ديانج تلعبه كل الماتشات هو وحمدي فتحي، فامر صعب كبير جدا طبعا على لاعبي النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لعمرو السوليه ان شاء الله في فترة التأهيل. ويمكن الراجل كنا بنطالب ان هو يريح، لكن يمكن الراجل بيريح باصابة، امر صعب جدا الحقيقة على فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله كل الظروف اللي معانا وكل الامور دي تكون دفعة كبيرة جدا وترفع معنويات لعيبة النادي الاهلي، معنويات مرتفعة بشكل كبير خلال المباراة الماضية. يعني انت بيبقى غصب عنك يا كريم موضوع ان اللعيب بيبقى محتاج يريح زي عمرو السوليه، بس انت غصب عنك بسبب الماتشات المهمه والحاسمه فعندك لعيب مهم زي السوليه طالما جاهز طبيعي جدا اي جهاز فني هيلاعبه، يعني كان محتاج يريح، بس لما لو كان ريح ممكن الناس تقول لك ازاي تريح لعيب زي ده وانت في اشد الحاجه ليه في ظل المنافسات الحاسمه في بطوله الدوري، فدي حاجه مجبر عليها اي جهاز فني للاسف الشديد. لكن كريم خليني اتكلم معاك على اللاعبين تحديدا، انت النهارده اكيد شفت بعض من لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المران، الحاله المعنويه بالنسبه لهم ايه؟ لان ده امر مهم جدا قبل الماتشات اللي باقيه في بطوله الدوري، ومدى الجديه اللي موجوده على وجوههم بالتحديد يا كريم قبل مباراه المقصه اللي ممكن الناس تكون بتستسهلها شويه، لكن هي يعني مباراه صعبه في كل الاحوال، يعني لان فريق المقصه بيحاول يتشبث باي امل ممكن يبقيه في بطوله الدوري. يعني طبعا امير الحاله المعنويه مرتفعه بشكل كبير جدا لان الفوز كان مهم وتوقيته كان مهم جدا بعيدا عن الاداء وبعيدا طبعا عن الظروف، لكن لعيبه عارفه المرحله وعارفه اهميه المباراه كلها، لا اللعيبه عارفه المباراه القادمه كلها مباراه كؤوس، حاله معنويه مرتفعه بشكل كبير، التركيز موجود، خلاص انت كل مباراه محتاج ال3 نقاط تحت اي ظرف وتحت اي بند، التحكيم كل الامور اي حاجه، خلاص انت محتاج ان انت تحصل على ال3 نقاط باي 11 يكونوا متواجدين. يعني في حيره كبيره جدا طبعا للجهاز الفني، هيلاعب مين اللي مصاب، مين اللي هيقدر يرجع، لكن خلاص اي حد يكون متواجد مطالب ان هو يؤدي باكمل وجه ومطالب الفريق كله ان هو يحصل على ال3 نقاط. لا باكد لك على التركيز والجديه موجوده لعيبه النادي الاهلي، لكن الضغط كبير، ده اللي بناكد عليه، الضغط والتلاحم ذهنيا وعصبيا وبدنيا كل ده مأثر بشكل كبير جدا على اداء لاعبي النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يكون في عون الجهاز الفني بالكامل يقدر يطلع لعيبه بشكل كبير. الجهاز الطبي ايضا كمان بنلتمس له كل العذر مع اللاعبين ان هو بيحاول
بيطلع اللعيبه الريكفري، بيحاول ان هو يرجع اللاعبين من الاصابات، اصابات قويه واصابات بمزق وشد من درجات اولى وثانيه وثالثه، فامر صعب جدا. لكن خلاص زي ما بنقول ان احنا عندنا فقدان لعدد من اللاعبين، بيرجع لنا ايضا كمان بعض اللاعبين اللي بنامل ان شاء الله باذن الله يكون دورهم كبير جدا مع فريق النادي الاهلي. بيرسي تاو طبعا على راسهم، ايضا كمان اليو ديانج اللي اتحرمنا منه طبعا المباراه الماضيه لحصوله على 3 انذارات. لكن بشكل عام امير يعني ان شاء الله باذن الله الحاله اللي احنا شايفينها مع لعيبه النادي الاهلي، المجموعه كلها اللاعبين الكبار، الاحاديث، كابتن سعد عبد الحفيظ، كل الامور دي بتدينا مؤشر جدا النادي الاهلي هيرجع من جديد على الطريق الصحيح لاسعاد جمهور النادي الاهلي اللي بيدي رساله كبيره جدا في كل المباريات رغم كل الظروف، لكن حماس وتشجيع وهتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه دورهم مهم جدا، وهو بيبقى سبب كبير جدا مع فريق النادي الاهلي مع التحضيرات المميزه جدا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. فيا رب ان شاء الله يستمر جمهور النادي الاهلي على الدعم والمسانده، لان المرحله الجايه محتاجه جمهور النادي الاهلي جدا. امين اكيد باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي اللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد او مش من استاد مختار تيتش من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يطمنا بكل التفاصيل، وفي الحقيقه الراجل قال لنا كل الجديد.